مثل قرار رئيس الحكومة الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية نقلة نوعية في تعاطي حكومة التوافق الوطني مع ملف تحييد المساجد. قرار وقتي أقرته الحكومة إلى حين تعيين قائمين على المساجد من قبل سلطة الإشراف، خاصة تلك التي ثبت الاحتفاء داخلها باستشهاد جنودنا البواسل. فكم يبلغ عدد المساجد التي تم إغلاقها؟ ومتى سيتم إعادة فتحها؟ وأي خطط لوزارة الشؤون الدينية لترشيد الخطاب الديني؟ وهل تملك الوزارة آليات رقابة ومتابعة فعلية للخطاب الديني في الجوامع والمساجد؟ وماذا أعدت الوزارة حتى لا تتحول صلاة عيد الفطر المبارك إلى استعراضات سياسية في الفضاءات العامة؟ سيد منير التليلي وزير الشؤون الدينية ضيفنا الثاني اليوم، في شكرا على الحضور، مساء الخير وشكرا على الحضور سيد الوزير. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا، مرحبا بك. نبدأ بسؤال الأول ومتعلق بغلق قرار غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة. هل هو أو قديش عدد المساجد التي تم إغلاقها حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله صومكم. في البداية أقول بأنه إلى حد الآن احنا قررنا في إطار عمل الخلية اللي تكونت إثر الأحداث الأليمة اللي جدت ببلادنا وإثر استشهاد مجموعة من أبنانا من الجيش الوطني، وإلى حد اليوم قاعدين للأسف يعني نوصل في أبنانا هذوما إلى قبورهم، إن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته الواسعة. في هالإطار هذا احنا قررنا في إطار الخلية غلق 21 جامعة. إلى حد الآن تقريبا فما 10 جوامع يعني وقع غلقها، ولكن هنا لابد من تبيين حقيقة الأمر. احنا جوامع اللي انطلقنا في إغلاقهم هي جوامع في الحقيقة ما تحمل إلا اسم جامع، لكن من الناحية القانونية هي في الحقيقة خارجة عن نطاق الدولة، خارجة عن سلطة الإشراف، تبنات كيف ما تبنات العديد من الأشياء بعد الثورة وبعد الفوضى اللي صاحبت هذه ثورتنا، وتبنات جوامع دون رخص. ولذلك احنا قررنا في هالإطار هدايا بعد أن حاولنا واستدعينا بطريقة عن طريق السادة الوعاظ الجهويين والمحليين الناس المشرفين على هالجوامع من أجل إتمام يعني النواحي القانونية لتسجيل هالجوامع هذه، إلا أنهم لم يستجيبوا، إضافة إلى أنه أرصدنا فيها خطاب متشنج، خطاب تكفيري اللي يدعو إلى عدم الاعتراف بالدولة، إلى تكفير كل من له صلة بالدولة، إلى يعني اعتبار الديمقراطية كفر، إلى إلى إلى. هل هو غلق نهائي؟ لا، في الحقيقة ما هوش غلق نهائي، والدليل على هذا أنه من اليوم كوننا في خلية ضمن وزارة الشؤون الدينية فيها سادة مهندسين، فيها كذلك السادة الوعاظ الجهويين والمحليين، فيها إداريين باش يتواصلوا مع هالجوامع هذه أو مع الناس اللي على الأقل تشرف على هالجوامع من أجل تسريع في عملية أولا ساعة مراقبة هالجوامع قادرة باش تأدي دورها كجوامع ولا لا من حيث السلامة في البناء وما إلى ذلك، ولكن في آن واحد زادة يعني نتعاون معهم من أجل ترسيمها من ناحية وملء هالفراغات هذه والشهرات. خطاب تكفيري يعني القائمين عليها سيد الوزير قاعدين يروجوا في خطاب تكفيري، كيفاش تتعاونوا معهم؟ يعني إذا كان بالنسبة للقائمين وإحنا مناش باش نتعاملوا معهم مباشرة، ولكن لعل هناك زاد الناس اللي ربما ساهمت عن حسن نية في بناء هالجوامع هذه، نحن هذوما باش يكونوا همزة تواصل بيناتنا، وإذا كان ما لقيناش بالطبيعة لابد من أنه نتواصل مع يعني المسؤولين المحليين والجهويين من أجل إيجاد لجان جديدة اللي ممكن تحضننا يعني هالجوامع هذه ونلحقها في أقرب الأوقات، يعني في ظرف لا يتجاوز أسبوع 10 أيام يعاد يعني تحيينها، ربطها بالخارطة المسجدية، ثم يعني تكليف ناس قادرين ولو بصفة وقتية على ملء هالشغورات هذه. سيد الوزير، أنه بعض الأحزاب يعني أو شخصيات سياسية تعبر عن اعتراضها على قرار يعني رئيس الحكومة إغلاق عدد من المساجد، يعني فيه نظر مقبول داخل في النقاش في الفضاء العمومي، لكن أنه إمام
إمام اللي هو يفترض معناه أنتم مكلفينه بأن يكون إمام خطيب، أنه يكتب على صفحة الفيسبوك متاعه يقول هل أعلنت حكومة مهدي جمعة رسميا الحرب على الإسلام بدعوى محاربة الإرهاب؟ لماذا التجرؤ على التهديد بغلق بعض المساجد في سابقة خطيرة وعلى الإذاعات يعني اللي تم إغلاقها؟ ثم أكثر من هيك شنو يقول؟ طبعا ما يلزمش يغيب يعني موضوع الإعلام على إعلام المفاسد، يا إعلام المفاسد لا تحريض على المساجد. يعني الإمام هذا لم كلفته الدولة وتخلص فيه يسمح للروحه باش يوصف الناس اللي تخدم على رواحها يقولهم إعلام المفاسد. الإمام هذا اللي ينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وربي سبحانه وقت اللي يوصف النبي الأكرم قال له قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يكتب هو يحكي على إعلام المفاسد ويتحدى رئيس الحكومة ويقول هذه حرب على الإسلام. وأعني إمام جامع اللخمي في صفاقس، علاش الوزارة ما تاخذش موقف؟ في الحقيقة يا 19 جويلة و20 جويلة اللي كتبوا هذا. الحقيقة احنا نعتقد أن وجودنا هنا باش يبين أكثر المسألة ويزيد يوضح، لأن للأسف يعني لما اصدر هالقرار كثير من الناس يعني المعلومة ما وصلتهمش بالطريقة السليمة، وللأسف يعني لابد أن نسترجع زاد الماضي اللي عشناه في السابق واللي يخلي كثير من الناس متخوفة من أي قرار يمكن يصدر عن السلطة. احنا ما نساوش أنه في فترة سابقة كنا نعيش ما قبل الثورة يعني حصار كبير جدا على الجوامع والمساجد، وكان لا يمكن أن يتنفس السيد الإمام أي تنفيسة يعني إلا وتحسب إما له إذا كان في الخط أو عليه إذا كان قال مثلا اللي ما تمشاش وسياسات يعني الدولة السابقة العامة. في إطار هذا احنا ما زلنا نتعلم بما فيهم السادة الأئمة، هم أنفسهم ما همش يعني ربما جزء منهم خايف من رجوع سلطة الاستبداد على الخطاب بما فيها الخطاب الديني عموما كيف ما كان مسلط على وسائل الإعلام. إذا خوفهم يخلي البعض منهم يعني يتحرك ويتكلم ويكتب، وهذه في تقديري ولا تتحرض هذا يحرض على رئيس الحكومة في تقديري. يعني كي يتهم رئيس الحكومة يقول هو يحارب في الإسلام، شو معنى هذه تختلف برش على أنه يكفروا؟ في تقديري يعني مثل هالموقف هذايا بطبيعة إذا كان بطبيعة ثبت مثل هذه ثبت المواقف ثبت يعني احنا سيدي الجوادي إمام جامع سيدي اللخمي بصفاقس يعني احنا طبعتهم لك سيد الوزير بس ما تقولش معنى، وحتى كان نحاهم من الصفحة متاعهم موجودين. المهم احنا جايين هنا باش نبين الوضعية. نبين حاجة أخرى، هل تعتبر أنه خطابه معتدل مثلا هذا إمام؟ احنا في إطارته منذ فترة في الحقيقة، احنا نتابع في جزء كبير من الأئمة في بلادنا اللي خاصة يوضعوا يعني الخطب متاعهم على اليوتيوب، وعندنا مكتب إعلام يتابع، والحقيقة احنا تابعنا منذ فترة ما يقال في هذا الجامع بالذات، وإلى حد علمنا أنه يعني قاعد منسجم مع الخط العام بصفة عام، وإذا كان ثبت لنا من خلال تقارير اللي قدمت لنا. كنت إمام سيد الوزير يشبه لك؟ يعني فما أكيد الناس كلها ما هيش مساوية، فما ربما خطوط عريضة نشتركوا فيها، وفما اجتهادات وممكن اختلافات نختلف فيها. وبطبيعة احنا في تقديرنا أنه الإمام لابد أن يبقى كيف ما قلت سيادتك يعني في مستوى أخلاقي رفيع، خاصة وأنه يكون فوق المنابر، والمنابر هذه تمثل سلطة دينية عليا، هي بيوت الله من ناحية، ويتمثل فيها مهمته مواصلة لما كان يقوم به سيدنا صلى الله عليه وسلم والرسول وما أدراك. يعني كان إذا كان يقول ولا يحاول باش ينقد ناس يقول ما بال أقوام يقولون كذا، وما كانش يذكر أسماهم وما كانش يعني يوجه لهم وهو على المنبر ولا في أي مكان الاتهام مباشر. أنا نفهم واجب التحفظ متاعك وأنك ما تحبش تدخل يعني في جدل ربما يسبب لك صداع للرأس. أنت كنت إمام خطيب وقت اللي تسلمت الوزارة سلمت غادرت يعني المنصب هذا بتاع الإمام الخطيب فعلا، يعني وفيها مش من باب المديح ولكن فيه برشا احترام الإنسان لنفسه واحترام للمنصب اللي هو مش يتولاه. سؤالي بكل بساطة، السيد وزير شؤون دينية السابق مازال إلى اليوم
هو إمام خطيب في جامع اللي ارتبط معناها برشا أحداث مهاش سارة. هل له تكليف من وزارة الشؤون الدينية بأن يكون إماما خطيبا؟ والله بكل صدقة. وإلا التكليف عامله للروح الكنوزي سينور الدين الخادمي سابق يعني قبل أن يتولى الوزارة، وبقي إلى حد علمي حتى بعد ما تولى الوزارة، خاصة في الأوقات اللي يكون فيها موجود في تونس، يعني هو الإمام. وإلى حد في الآن في نفس الجامعة على هرب من أبو عياض، في نفس الجامعة هذا هو في نفس الجامعة على خرج منه المسيرة، انتهت يعني في السفارة الأمريكية وبقية يعني الحادثة أنه التوانسة هي مش تخلص يعني الخسائر هذه. إيه لكن أنا في تقديري مش الوزير هو اللي يتحمل خروج الناس ولا دخول الناس إلى الجامعة. وقبل بأن يكون إماما في هذا الجامع سنشوفه. إيه نحكيه على التركة اللي قادتك سيد وزير. التركة اللي قادتك سيد وزير اليوم. يعني في الحقيقة اللي نعرفوه احنا من خلال سينور الدين الخادمي اللي هو في الحقيقة قبل ما يكون وزير هو كان زميل يدرس في جامعة الزيتونة. والمعروف عنه أن حتى الإشرافات وحتى الأطاريح وما إلى ذلك يعني معروفة بالاعتدال والوسطية، ويعني معروف بأنه مشتغل بعلم المقاصد الشرعية ما هيش بالنصوص الحرفية وفهمها وتطبيقاتها. ولذلك في اعتقادي أنه الخطاب اللي يقوله السيد نور الدين فوق المنابر شيء، وما يتحملش بالضرورة مسؤولية خروج الناس من هذا الجامع أو من ذاك. عندكم في الوزارة تقريبا 600 واعظ. نعم. كل واعظ ياخذ مليون شهري تقريبا. 600 واعظ فاش يعملوا غير أنهم يقعدوا في المعتمديات؟ عنده بيرو يقعد في المعتمدية. هذا في الحقيقة مسألش أنا راني شوف أنا راني جايك من قرية، مانيش نسكن في سيدي بوسعيد، دونك كي نقول لك واعظ معناها نعرف على شنو نحكي. فما وعاظ عنده في نفس المكان عنده 10 سنين و15 عام يمكن يزور المعتمديه معناها مره في الشهرين، فاش قاعدين يعملوا الساده الوعاظ هذوم؟ علاش مش هما اللي يتم تعيينهم ائمه ما دام عندكم مشاكل في يعني جوامع مارقه معناها وخارج السيطره؟ عينوهم هم. فعلا يعني هذا الاقتراح احنا فكرنا فيه جليا. احنا تعرف انه هالوزاره كان وضعها للاسف وضع سيء الى حد كبير، بل الاعظم من هذا انه بحكم القانون بعض وزراء سابقين فيما قبل الثوره كانوا بالقانون يمنعوا السادة الوعاظ من انهم يلقوا دروس داخل المساجد، ويمنعوهم من صعود المنابر باش يكونوا ائمه، ودورهم الاساسي هو مراقبه الامام وكتابه التقارير في يعني بين ظفرين، التقارير في فيما يقال من خطب وفي من يحضر هذه الصلوات. اذا في هالاطار هذا جزء كبير من السادة الوعاظ اجبروا على ترك تنجم تقول القراءة والمطالعة وما إلى ذلك. اليوم حاولنا بشتى الوسائل أن نرجعهم وناخذ قرار في عدم منعهم من الصعود على المنابر. جزء منهم تفاعل إيجابيا وتولى الخطابة رغم أنه ما يأخذ في مقابل ذلك أي شيء، ولكن جزء آخر لقى نفسه خارج الإطار ورفض لأسباب من أهمها هو أنه بعد فترة طويلة ما عادش نجم. هل أنه اليوم الوعاظ هذو مطالبين يقدموا تقارير أيضا لوزارة الشؤون الدينية حول معناها الخطب إذا كان فما خطب نعم تكفيرية؟ نعم ما فماش. نعم قاعدين يقدموا ولا بين السابق واللاحق؟ السابق وعهدنا ما بعد الثورة صبة معناها الحكاية تقارير يعني بوليسية وتعطى مباشرة إلى وزارة الداخلية. اليوم عندنا تواصل مع الإدارة المركزية في الشؤون الدينية، و يعني قيامهم بعملهم نعتبروه اليوم واجب وطني، لأنه يعني به نستطيع أن نحفظ نوعية رفيعة للخطاب نتاع اللي يورينا إسلامنا الحقيقي، إسلامنا الزيتوني، إسلامنا المعتدل، إسلامنا اللي فيه الرحمة واللي تربينا عليه وعشنا مع الإسلام طيلة قرون في تفاعل إيجابي مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. احنا اليوم السادة الوعاظ رغم الوسائل المتواضعة اللي ما زلنا نعاني منها في الوزارة هذه، يكفي أن نقول لسيادتك وللسادة المستمعين يعني المشاهدين أن وزارتنا نسبة التأجير فيها تمثل 96% من ميزانية الوزارة كل. يعني شكون يخلص الماء والضوء نتاع المساجد والجوامع؟ هذه زاد من النقاط اللي خلاتنا في فتره ما وزاره الشؤون الدينيه هي اللي تخلص. اني عندي معلومه انه بعض المساجد والجوامع اللي عددهم يوصل 5000 في تونس معناها صحيح صحيح انه عدد منهم فاتورات الكهرباء والماء تضاعفت من سنه 2009 ل 2013 600%.
توا ثم المكيفات في الجوامع، الجوامع مفتوحه 24 على 24، فبلاصه اللي هو قاعد معناها تاكلوا السخانه في داره يجي يرقد في الجامع. ظاهره الاعتكاف هذه اللي يجيبوا الجرير نتاعهم ويرقدوا سحورات وياغورت، هذا مسموح به في وزاره الشؤون الدينيه؟ كان تحب نعدد لك زاد الجوامع اللي قاعد يصير فيها هذا، راهو نعدد لك الجوامع اللي انا دخلتها في اكثر من بلاصه، وجوامع اللي في العشر الاواخر يجيبوا معناها لي ماتلا ويجيبوا زوجاتهم، يجيبوا زوجاتهم وتطييب معناها وشكشوكه ومقرونه، هذا يحدث في المساجد. احنا في هالاطار هذا بعثنا منذ فتره للساده الوعاظ الجهويين والمحليين على اساس انه الجوامع تفتح في اوقات معينه، بمعنى اوقات صلاه الصبح الى وقت الشروق، ثم من الظهر الى ما بعد صلاه العشاء. علاش اللي خلانا ناخذ هذا؟ نجمتوا تطبقوا هذا القرار؟ يعني الى حد كبير طبقناه وماشيه، والامور والحمد لله يعني في اطار السيطره، خاصه بالنسبه للجوامع اللي احنا يعني قاعدين مباشرينها. ديما ما نحكيوش على 42 جامعة اللي مازالوا خارج سيطرة نعم وزارة، واللي نسبة اللي مازال خارجة عن إشراف الوزارة تقريبا إذا كان نقولوا نسبة 1%، 1%. بحيث نرجع بعثنا هالمنشور هذا من أجل سببين. السبب الأول، أولا الساعة الإحاطة بالجوامع ومن خليفش اللي يجي يدخل الجامعة ويتصرف فيه كأنه دار السيد الوالد. الشيء الثاني كيف ما قلت سيادتك، المصاريف الكبيره اللي احنا نصرفوه اليوم كمجموعه وطنيه من خلال وزاره الشؤون الدينيه، الدوله تخلص له معنا. نعم 14 مليار تصرف من اجل الماء والضوء. 14 مليار بنسبه ما بعد الثورة. 14 مليون دينار سنويا. نسبه ارتفاع هالمصاريف هذه تمثل بين 25 و30% ما بعد الثوره. يعني اذا كان كنا نصرف كذا ما قبلها زد 30% بين 25 و30% من المصاريف. كنت تصرفوا في 100 مليون ولا تصرفوا في 130 مليون؟ بالضبط. يعني شوف هالاموال لو كانت تصرف فيما يمكن انه يحسن نوعيه الخطاب من حيث ورسكله الائمه، من حيث اضافه المنح، يعني اللي تعرف انه الساده الامام الخطيب ياخذ 60 دينار هو؟ لا، الامام الخطيب ياخذ بين 80 و90 دينار. 98 دينار. الامام الخمس اللي هو مسخر كل وقته، يعني المجموعة الوطنية تعطيه منحة ب 235 دينار أقل من السميك، ونطلبوا منه باش يحرس هالجامع وباش يقوم بدوره على أحسن وجه. نسبة يعني حقيقة يعني هالأموال، وإحنا هنا نسبة 19.6% سيد الوزير من الأئمة مستواهم ابتدائي وإعدادي. نعم. ما يبعدوش برشا على السواد الأعظم من المتطرفين والمتشددين والإرهابيين. نعم. ما يبعدوش برشا. دونك شنو تستنى الوزارة أنها تراجع الوضع هذا؟ صحيح، لكن يلزم نشوفوا الأسباب اللي خلاتنا نعتمد على هالنوعية رغم تدني بين قوسين مستواها، رغم احنا زاد نشكروهم لأنه الناس هذه متبرعة بوقتها وبجهدها في مقابل مادي اللي حقيقة زهيد جدا. لكن احنا نلقاو انفسنا مضطرين للتعاون مع هالنوعيه والساده الائمه هؤلاء، رغم كيف ما قلت سيادتك نسبه المستوى التعليمي المتدني. علاش؟ لانه للاسف لما استقلينا في عوض نطور جامعه الزيتونه ونحاول يعني الدوله تتبناها اكثر ونزيد احنا نواصلوا السند العلمي الزيتوني هذه ونثريوه، جينا واغلقنا هالمؤسسه هذه، وهذا خلانا اليوم نعاني من شغورات عديده، من تصحر ديني كبير، و تعاني من وزاره زاد من جامعه زيتونه اليوم اللي هو خارج سيطرتكم. صحيح. لقيتوا له حل؟ احنا قاعدين توا نجتهد في ايجاد حل، ديما احنا في اطار سياسه الحكومه هذه نعتمد الحوار، ولكن بعد ذلك في ان واحد يعني نصل، اذا كان ما وصلناش الى حل عن طريق الحوار نصل الى تطبيق القانون. واحنا في هالاطار مع جامع الزيتونه ما نجموش في تقديرنا نفتح واجهات متعدده اليوم. جاي وقته معناها، جاي وقته ان شاء الله عن قريب. سيد الوزير اسمح لي معناها بملاحظه طب. يعني من باب الانصاف يعني نسمح لروحي يعني نتحدث كمواطن زاده، انه انت منذ يعني تعيينك على يعني في وزاره الشؤون الدينيه يعني تحس فما اشياء قاعده تتغير، يعني الوزاره مع منير تليلي ليست هي الوزاره مع نور الدين الخادمي، ونعرف اللي ثم ارث ثقيل،
الدليل انه قرار رئيس الحكومه غلق بعض المساجد، لقيت روحك انت وحدك تواجه، انت تفسر وتدور من منبر الى منبر وتفسر. جامع الزيتونه رئيس المشيخه جاء ضد رئيس الحكومه، قال لا المجلس الاسلامي الاعلى النوم في العسل، ما فما حتى موقف. لا ساند رئيس الحكومة مغيب، يعني 24 عضو ورئيس المجلس اللي برتبة وزير وامتيازة وزير ما نجمش يخرج بيان معناها يكتب على ورقة ويقول نساندوا رئيس الحكومة. يعني في وسط هذا الكل، ونعرف ما تحبش الأسماء، لكن سأطرح وضعية أخرى، كما ذكرنا جامع اللخمي وذكرنا جامع الفتح والوزير السابق نور الدين الخادمي، الداعية البشير بن حسن الى الان مازال يقدم الدروس، وانت تعرف دوره معناها في جلب هك الشيوخ الفتنه لجو تونس اللي لليوم مازال ويتحدث انه الاسلام في خطر في تونس، وكانه يحكي على تونس واحده اخرى. معناه عنده تكليف سيد هذا من الوزاره انه يقدم دروس في الجامع الكبير في مساكن. شوف يعني وكل جامع ذكرته لك راني حضرت فيه. نعم طيب، يعني احنا في تقديرنا انه ساعات يعني فما واجهات متعدده، ما بعد الثورة فما فوضى كبيرة، فما أصوات متعددة، وفي تقديرنا احنا اليوم سواء كان في إطار الحكومة أو في إطار الوزارة لابد وأن نواجه الظواهر هذه المتعددة، ولكن فما أولويات. ساعات كي تسمع خطاب من نوع التكفير هذايا واللي يدعو إلى حمل السلاح ضد الدولة واللي كل شيء حرام واللي كل شيء كفر الديمقراطية و هذايا في اعتقادي هو الأول اللي يلزمنا يعني نواجهه طريقة جماعية. كي تلقى خطاب أقل هو يعينك على مواجهة مثل هالخطاب المتطرف اللي يدعو إلى حمل السلاح ضد الدولة واللي ورت لنا الأيام أنه ماشي إلى قتل الناس وإلى سفك الدماء وإلى تكفير كل الناس بمن فيهم أقاربهم. ساعات نسمع أحداث غريبة جدا، إنسان تبنى هالفكر هذا يصبح يكفر أبوه ويكفر أمه ويكفر كذا لمجرد أنه ما عندوش لحية، أو لمجرد أنه يعني ما يتبعش المذهب الفلاني أو الفكر الفلاني أو ما إلى ذلك. إذا نحن في الإطار هذا، في إطار زاد هدفنا للوصول إلى البلاد. نعم. بالبلاد إلى الانتخابات وما إلى ذلك، في اعتقادي أنه يلزم فما مرحلية، ونتعاون مع كل من يمكن أن يعيننا على صد هل 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 يعني هالخطر الداهم على بلادنا. بالنسبة للمجلس الإسلامي الأعلى، أنا اليوم كنت مع تواصل مع سيد المجلس الإسلامي الأعلى مع سيد مفتي سماحة مفتي ديار الجمهورية التونسية، وكلهم الآن يعني قاعدين يعدوا في بيان، واعتقد ان سماحه المفتي خرج بيان منذ هي اللي ما جبتش على المفتي، قلت لك المجلس الاسلامي الاعلى 24 عضو شوف ورئيس ما نجموش يقراوا ورقه. شوف سي بوغلاب، كانت تشوف شنو الوضعيه المجلس الاسلامي الاعلى، هالاسم الكبير، لكن كي تدخل من الداخل وتشوفه من العمق اش معناه. سيد رئيس المجلس الاسلامي الاعلى هو الوحيد عنده موظف او موظفين فقط معه، اصدار بيان تستحق ما عندوش تستحق فيلق من الموظفين. سيد الوزير هو طريقه العمل نتاعه هو انه يجمع كل المجلس، واليوم هما مجتمعين في هالاطار هذايا وقاعدين يعدوا في بيان. انا كنت ولا زلت احد اعضاء المجلس الاعلى، اليوم صحيح ما حضرتش باعتبار المشاغل وما الى ذلك، لكن راه امر ليس بالهين. اولا الساعه هما اغلب الاعضاء موزعين داخل الجمهوريه، يلزم يستدعاهم، وكي يستدعاهم يلزم في يوم عطله لانه فيهم اللي يشتغلوا فيهم كذا، وكلهم يخدموا بينيفول يعني لا مقابل، متطوعين لا عندهم مقابل ولا حتى شيء، ولكن نعرفهم حريصين فعلا على انهم يتعاونوا مع الدوله ويمدوا ايديهم. واعتقد انه سؤال تطرح في الفيتيار هو يتعلق بصلاه العيد. انت تعرف اللي الموضه بعد الثوره صارت انه نهار صلاه العيد نسكروا الجوامع ونجيو نصليو في الفضاءات العامه وفي الشطوط، عملوا في الحمامات منبر، وبعد كل السياح علاش ما يجيوش يعمل منبر تقول مش يطلق صاروخ للفضاء، ثم اجراءات السنه. كيفاش انت تحرم يعني يا رجل المسن تقول له تسكر له الجامع قريب منه تقول له جا الملعب البلدي، باي منطق هذا؟ هل محضرين رواحكم ولا مش تقعد الحكايه كما عملناه لسداح مداح؟ احنا في اطار سياستنا، اولا الساعه يلزم نبينوا الاحكام الشرعيه اللي تتعلق بمثل هالمسائل هذه. احنا اللي نعرفوه صحيح ما كانش موجوده في السابق، ولكن السنه عاده اللي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد صحابته كانوا في اوقات
مثل وقت صلوات العيد، مثل صلوات الاستسقاء وغيرها، عادة ما تخرج الناس إلى مصليات. لكن هذا ما يمنعش تطبيق السنة، ما يمنعش زادة أنه نجبر الناس على الذهاب إلى هالمصليات. الجوامع لازم تبقى مفتوحة، وأعتقد أنه هذا من حق كل مواطن أنه يبقى جامع القريب ليه يعني مفتوح، وإحنا ماشيين وساعيين إلى تطبيق يعني القانون، والحرية تقتضي أنه كل من يريد أن يتصرف وفق ما يراه مناسب المكنوه منه، والدولة هي راعية للدين وراعية للجميع. آخر سؤال سيد وزير، هناك حتى نواب في المجلس الوطني التأسيسي كانوا ضد هذا القرار، واليوم كنت في لقاء مع سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، هل بلغت له؟ فعلا يعني كانت جلسة طيبة، جلسة بينت فيها للسيد رئيس المجلس التأسيسي، وعدد منهم من النواب كان يصلي وراك سيد الوزير، فعلا يعني بينت له حقيقة الوضع، وأنه راه مش هدفنا هو غلق الجوامع. الحكومة هذه بعيدة كل البعد عن الاتهامات هذه، فقط نحن نريد من باب تغليب المصلحة، من باب درء المفسدة، لأنه للأسف راه هذا إذا كان احنا غلقنا يوم أو يومين أو أسبوع جامع، رانا في مقابل أنه زاد نريد أن نحفظ دماء أبناء شعبنا ونحفظ وحدة شعبنا من يعني من الناس هذوما اللي هما للأسف 42 مسجد اللي مازالوا إذا كان ما تمش السيطرة عليهم باش يتم غلقهم. يعني احنا في هالإطار هذا نعم، هذا من إن شاء الله أعمالنا. شكرا سيد وزير، شكرا جزيلا سي منير التيري وزير الشؤون الدينية، شكرا محمد بوغلاي بارك الله فيك، شكرا لكل متابعينا، نلتقي إن شاء الله في ساعة.